طيب كابتن، بخبرة حضرتك طبعا الكبيرة، عايزاك بقى تقولي على ازاي نتعامل الفترة دي. قدامنا 48 ساعة على مباراة سيراميكا كليوباترا، مطلوب ايه من الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة؟ عشان المباراة دي هتكون مباراة مهمة جدا. جدا، هو ماتش قوي جدا، وانا قلت على ماتش البنك ده هيبقى ماتش قوي جدا، لانهم فيها منظمه. سيراميكا هتبقى اشرس لان عندها قدرات هجوميه شويه عن البنك، فالماتشات دي لو ما عملهاش اعداد نفسي كويس والناس دي يعني يعملها ويحترمهم ويذاكرهم كويس جدا ويلعب على نقطه الضعف اللي عندهم، ولازم يعني يبقى في رغبه كبيره من اللعيب للجهاز ان هم الجيم ده جيم مهم جدا في مسيره الدوري، لان ما ينفعش نخسر بنقط اكتر من كده، فلازم يتلعب بمنتهى الشراسه. كمان سيراميكا كليوباترا عندهم لعيبه كمان عندهم لعيبه مميزه وعندهم جدا، باسم مرسي، محمد ابراهيم، شادي حسين، باسم مرسي ده كان برضو يعني لعيب عندي، فعنده قدرات. انا زي ما بقول لك يعني هم يزيدوا شويه عن البنك في ان هم عندهم قدرات هجوميه عاليه وعندهم رغبه في الفوز ومش هيدافعوا. انا بقول لك سيراميكا هيهاجم نادي الزمالك، فلازم انت تقابل الكلام ده بمنتهى القوه، ولازم وانت بتهاجم تكون مامن ظهرك كويس جدا. لازم يبقى في التزام وانت بتهاجم، تبقى العمليه في انضباط في انضباط في انضباط للمره الثالثه، ان وانت بتهاجم لازم تكون مامن الكونتر اتاك كويس قوي. ما ينفعش كل الخطوط تطلع تهاجم، لازم في ناس هتهاجم والناس هتدافع، ولازم الخطوط تبقى قريبه من بعض، ولازم تشتغل على الاخطاء على اللي هي هتحصل منهم، يعني احطهم تحت ضغط باستمرار ان هو يخطا. ولازم الجيم يتعب بمنتهى الشراسه الايجابيه، لان انا ما ادهمش فرصه ان هم يبنوا هجمه واقفل ازاي على مصادر الخطوره بتاعتهم اللي هو منهم محمد ابراهيم. طب يعني كابتن دلوقتي الجماهير زعلانه جدا جدا من امبارح والناس كلها نايمه يعني حزينه، فعايزه حضرتك رساله بقى لجماهير نادي الزمالك كده عشان تطمنهم على اللي جاي. جماهير نادي الزمالك دي جماهير عظيمه طبعا، يعني هم شافوا اسوأ من كده بكتير. انا كله بقوله لهم الدوري لسه طويل ولازم تبقوا في ورا الفرقه، وده العادي بتاعكم وده الطبيعي بتاعكم ان انتوا طول عمركم واقفين ورانا، وان شاء الله اللي جاي احسن. ولازم نبقى عامل ايجابي للعيبه، ما نبقاش عامل سلبي، حتى لو في حاجه ما تتقالش، لازم نبقى ولازم نبقى كلنا دلوقتي ايدينا في ايدين بعض. اهم حاجه مصلحه النادي وان اللعيبه تركز في الكوره بس، ملهاش علاقه باي حاجه ثانيه، وان شاء الله اللي جاي احسن. احنا عندنا لعيبه كبيره، عندنا لعيبه واخده بطوله، عندنا ثقافه الفوز، فان شاء الله كل الدعم للجماهير حتى لو في حاجه ما نتكلمش في حاجه الا بعد المباراه، واللي جاي افضل. لازم نبص باسلوب ايجابي وفي تفاؤل وفي ان شاء الله خير، اللي جاي خير باذن الله. ان شاء الله الماتش اللي جاي يكون الاداء افضل، وان شاء الله نحصد الثلاث نقط.